نبدأ منين؟ نبدأ من كل مهيب قاله. طيب بالنسبة لمدافع الجيش ومدافع المصري دول خلصانين زمالك، وضيف عليهم كمان لاعب وسط الملعب إسماعيلي محمد فتحي. لا محمد فتحي هيبقى بعد لقاء بس كان معانا اللي هو محمد ابو سعود من شويه وقال مش هبيعه، بس عادي يعني لا يمكن الولد خلاص وحقيقي. انت عارف انت النظام ها سحانفي لا 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 مش على اللواء محمد ابو سعود لا احنا في اتعلمنا ان في رؤساء انديه شاطره شاطره، بس هو قال انا حايده، قال لي مش للبيع ماشي لا ما صدقش يعني في كلام. بص بعد مباراه الزمالك والاسماعيلي نتكلم، يعني سيبوا ده لغايه بعد مباراه الزمالك والاسماعيلي. طيب خش على ميدو جابر. ميدو جابر اقرب للاهلي اقرب للاهلي، ويمكن من 3 ايام كان المهندس محمود طاهر موجود في نادي المقصه وكان اتفاق على اعاره لعيبه والقيمه الماليه. قصه في ميدو جابر، محمود طاهر موجود في المقصه، كان يعني في قاعده يعني او مكالمه مع رئيس نادي المقصه، كان الكلام كله على الديل يخلص ازاي، لانه كان هيدخل في جزء من لعيبه من النادي الاهلي، لعيبه اعاره والكلام ده. ميدو جابر اقرب للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه. ستالي برضو اللي كان الكلام عليه، لا ستالي طبعا من امبارح خلصان في الزمالك والكلام خلص، لان بس ستالي صفقه كبيره الحقيقه، صفقه ولعيب مميز جدا جدا جدا، لان كمان الاهلي اتكلم عليه متاخر واداره نادي قالت يا جماعه انتوا كلمتوا متاخر، ولكن برضو كل ده شكليا الاهلي يعني حتى بعيدا عن مهاجم الصفاقسي، في مهاجم مميز سعره غالي جدا في الطريق للنادي الاهلي، ومعاه مدافع وسط ديفندر افريقي، واتنين لعيبه تاني مصريين، ميدو جابر واحد منهم. ده بقيه الصفقات يعني. انت ميدو جابر بتقفله اهلي؟ مش بقفله بقول حتى زي اللحظه اللي بنتكلم فيها هو اقرب للنادي الاهلي باشياء كتيره جدا. مش حاسس ان بموافقه اللاعب نفسه، ودي اللي لازم. انا عارف، بس مش حاسس ان صفقات الاهلي في الفينشنج بتاعها في بطء شويه في الاهلي؟ الكميه الارقام اللي بتطلب من الاهلي او الزمالك مخليه الصفقات يعني هو جاي لك بس هتدفع كام وهتخلص كام. بس الاهلي كان في دقيقة يعني كان زمان. ما هو عشان ايه؟ عشان انت معروض عليك كتير، وانت بتشوف مين الافضل اللي تقدر تاخده، وفي نفس الوقت بتشوف المدير الفني مارتن يول بيقولك ده او ده. يعني مثلا ميدو جابر كان محطوط، وكان محطوط بعديه مثلا لعيب وقبليه لعيب، ففي الاخر في مدير فني بيختار. الحاجة التانية ان انا من وجهة نظر ان المعروض في الدوري المصري كله قليل، يعني انا شايف ان لعيبة الاهلي والزمالك اللي موجودة على مقاعد البدلاء او اللي ربما بيعيرهم الاهلي او الزمالك اقوى من بعض لعيبه واسماء على الرادار او جايه للفريقين. بس انا بقى في حته برضه ايهاب، ان دايما المنافسه بين الاهلي والزمالك في الصفقات الخارجيه الاهلي يكسب، لان الفلوس بتتكلم والارقام بتبقى كبيره. في الداخل دايما الزمالك هو الاسرع، هو الاكثر تنفيذا. هو ما هو انت النهارده مثلا السنه دي مثلا بعيدا عن الكابتن احمد سليمان اللي كان عمل طفره بصراحه، وجهه نظري الكابتن احمد سليمان كان عمل طفره في الزمالك في تعاقدات بشكل معين، عمل فريق جديد طبعا مع رئيس نادي الزمالك ومع الناس اللي موجوده، عملوا طفره كويسه، عملوا بيها فرقه كويسه. بعيدا عن كده انا مش شايف في السوق المحلي لعيب مميز الاهلي والزمالك يتخانقوا عليه. السنه دي في خناقه على لعيب بعينه بين الاهلي والزمالك، ميدو جابر مش خناقه أو شوف مش خناق. رقمه تقول خناق، يعني بتفق مع عمر. لكن خناق. رقمه تقول إن خناق. يعني أقول لك حاجة بعد ما هبط على يعني مصر كان خناق. يعني مش الخناقة اللي هي لا بالعكس. مروان مصر خناق، برافو عليه. لا لا ما أنا هقول لك. ما هي لو مش خناقة ما يبقاش ب 10 مليون. لا 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 ما أنا هقول لك مش خناقة ليه؟ مش خناقة ليه؟ لا لا مش خناقة ليه؟ هجم الإسماعيلي يدفع 10 مش خناقة ليه؟ هم دخلوا قفل لعيب، طب ما الأهلي اتكلم على ستالي. مصطفى منصور هاجم محمد منصور عشانه. لا لا ما أنا هقول لك. ما هو الأهلي مثلا دخل في ستالي. بس إيه الاهلي بيخش؟ لا ده خلاص هو مخلصان في الزمالك خلاص. مروان الزمالك بيخش الاهلي مخلصه واللعيب عايز يلعب في الاهلي. ميدو اللعيب محتاج عايز الاهلي، بس يعني عارف مش خناقات مش يعني الاهلي اخد حاجته والزمالك اخد حاجته. بالظبط كده بالظبط كده. ولكن الحاجه بقى الغريبه جدا جدا اللي ما بفهمهاش بقى لي موسمين ثلاثه بين الاهلي والزمالك، الصفقات الخارجيه. ليه دايما اللي الاهلي عينه عليه الزمالك عينه عليه والزمالك عينه السنه دي ما فيش الكلام ده؟ عشان يخلص فلوسه.
لا غير كده. ما انا بقول لك الصراحه اقول لك انا ليه عشان كل واحد منهم يخلص فلوس التاني. لسه مصر بص 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 آه بس كده هو هو لا اسمع بس مني اللي بيعرض عليك اللي بيعرض عليك اللعيب بيعرضه على التاني وبيقول لك ده رايح النحيادي بيقول ده رايح النحيادي يعني ده بيقول ده رايح النحيادي ده بيقول رايح النحيادي لكن في الاخر انا شايف ان السنه دي في احترام كبير جدا احترام كبير جدا بين اداره الاهلي واداره الزمالك في الصفقات شايف ان الجمهورين مبسوطين يعني الجماهير دي حاسه ان دي طلباتها بتيجي والجماهير دي حاسه ان دي طلباتها بتيجي صح يعني حاسس ان في حاله من التوافق. هو الاهلي بيشتغل بصراحه يعني بفلوسه وسرعه حضور الكاش والزمالك بيشتغل بمرتضى منصور وعلاقاته برؤساء الانديه ده المشهد هو ده كويس صح كويس. على فكره الزمالك ما الزمالك ما على فكره ما ينفعش اقول الزمالك ما فيهوش فلوس ما ينفعش لا لا في لا, 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 لا في فلوس بص بص ما انا طب انا هرجع لك دقيقه بس ماشي